إن هناك أزمة اقتصادية قد حدثت في دبي وتحتاج إلى دعم عالمي إقليمي محلي إذا أمكن بقدر الإمكان حتى يتم تدارك مثل هذه الأزمات التي ممكن أن تحدث لأي دولة أو أي مدينة في العالم. وبلا شك هناك مخاطرات ومجازفات كثيرة في عالمنا اليوم، ولذلك يجب الانتباه. وقد وقع في هذه المخاطر والسلبيات أو المساوئ دول كبرى في الاقتصاد، الرأسمالية معروف بقوة اقتصادها ومعروف بخبرتها ومعروف باستقالها، ولكن زي ما بيقولوا ممنوع على الشاطر. فيجب أن يكون هناك الحذر والحذر في التعاملات المالية والاقتصادية وما يتم من كافة تلك التعاملات التي نتعاملها اليوم في عالمنا المعاصر الذي أصبح بشكل أو بآخر معقد وصعب، ولكن لابد من التعاون الذي ممكن أن يتدارك مثل هذه المواقف الصعبة.